باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كولوسي الأصح الأولاني. بيقول معلمنا بولس الرسول في آية 13: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. في هذه الآيات بيقول لنا على حالتنا قبل المسيح: موت في الخطايا وعدم رضا علينا، لأن الآب غير راضي علينا في هذا الوقت، الله غير راضي علينا من أجل خطايانا الكثيرة. لكن المسيح له المجد، أحياكم معه من خلال حياته اللي قدمها لنا على الصليب لما فدانا وادانا حياته، متنا معاه زي ما بنقول كده في المعمودية، متنا معه على الصليب وأحيانا حياة جديدة مقدسة. يقول أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. سامحنا له المجد عن كل خطايانا وصرنا أبرار في المسيح، والحجة بتاعت الشيطان علينا سقطت خلاص، اللي كان بيشتكي علينا، لأننا بقينا أبرار في المسيح يسوع ببر المسيح لما آمنا بيه وهو بدمه فدانا. وهنا المسيح القوي على عود الصليب محى الصك اللي علينا، الصك ده اللي هو صك الدينونة المستند اللي بيدنا، كأن اللي بيتحاكم عليه صك، الصك ده خلاص محى الصك الذي علينا في الفرائض بتاعت الناموس وفي الوصايا بتاعت الناموس، اتمحت. الذي كان ضد لينا، ده كان ضد علينا، ده كله كان الخطايا دي كلها والصك ده المكتوب علينا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه. يبقى إيه؟ رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا زافرا بهم فيه. هنا هو تبقى إذن المسيح بالصليب أبطل الصك اللي كان بيشتكي بيه علينا عدو الخير، زي ما شفنا كده في سفر أيوب إزاي الشيطان راح يشتكي وماسك علينا الخطايا، لأن الله لا يطيق الخطية. فهنا المسيح له المجد لما فدانا ودفع الدين عنا وبدمه طهرنا، والموت اللي كنا مفروض نموت وماته هو، كمان جرد الرياسات والسلاطين. الشيطان على عود الصليب، المسيح ملك، ملك على خشب على عود الصليب، جرده من قوته. وده اللي قاله المسيح، قال ان اذا جه، اذا كان القوي متسلح ويجي الاقوى منه يقوم ياخد ينهب امتعته ويربطه ويقيده. فهنا المسيح جرده من قوته واظهر شره، لأنه افترى على المسيح بالكذب وبالرياء وأهاج عليه رؤساء الكهنة والناس، والظلم باين. جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا، بين ضعفهم، وأصبح أن الصليب بالصليب يبين ضعف الشيطان، لأن ممكن نلاقي أن يخرج الشيطان بسهولة جدا بقوة ربنا وبنعمته، لما يكون في حد في بر المسيح وفي محبة المسيح وإيمان المسيح يخرج الشيطان ظافرا بهم فيه. في المسيح، في المسيح، المسيح ظافر بالشياطين فيه. وبكده هذه المعركة العظيمة اللي حصلت على الصليب، إن الشيطان قهر على الصليب وانسحق على الصليب. ونلاقي ده موجود كمان في نبوة في حبقوق، لما يقول خرجت لخلاص شعبك، المسيح خرج لخلاص شعبه، لخلاص مسيحك، مسيحك دول اللي هم أولادك الممسوحين من أجلك، سحقت رأس بيت الشرير
مين الشرير ده ومين رأسه؟ هو الشيطان، معريا الأساس حتى العنق، إن هو غلبه للنهاية. ففعلا المسيح قهر الشيطان على عود الصليب ببره، بقداسته، بطهارته. وده اللي قاله السيد المسيح عن الصليب لما في لوقا 10، قديس إنجيل معلمنا القديس لوقا والتلاميذ رجعوا قالوا له إن الشيطان إزاي إن هو بتخضع لنا الشياطين باسمك وبيخرجوا، فقال لهم المسيح كده: فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. إمتى تم الكلام ده؟ تم الكلام ده على عود الصليب لما الشيطان سقط من السماء ومبقالوش مبقاش يقدر يشتكينا في السماء تاني، فساقطا مثل البرق من السماء. ويقول كده مش كده وبس: أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. وده تم بالصليب وبعد الصليب. المسيح أيضا قال الكلام ده لما قال: الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. إمتى تم الكلام ده؟ ده الكلام ده قاله المسيح وهو مقبل على الصليب. دينونة هذا العالم، رئيس العالم دين الشيطان، وظهر ضعفه وشره وجرده وسحقه. الآن يطرح رئيس هذا العالم. طرحه إزاي؟ طرح المسيح وقيده كمان، لما قيده في الهاوية. وده الملك الألفي اللي ابتدى من ساعة الصليب، إن المسيح له المجد قيد الشيطان، وبقى الشيطان مقيد، ملوش القوة الأولانية اللي كان بيها يضر الناس بشر عظيم جدا، لكن بقى مقيد. يعني إيه مقيد؟ ما الشيطان ده كائن روحاني مش كائن مادي. مقيد يعني سلطانه محدود. محدود في مين؟ محدود في الناس اللي تقبل شره، لكن ولاد الله ما يقدرش ان هو يتعبهم زي الاول. فبقى سلطانه محدود، اللي ماسكين في ربنا، اللي محتمين في دم المسيح. فاذا المسيح ملك فعلا على خشبة، على عود الصليب، وسحق الشيطان وكل قواته، وأعطانا كمان عطايا اللي هي هبات المسيح بالروح القدس. ربنا يدينا إن إحنا نعرف مقدار هذه العظمة اللي لينا في الصليب، وإزاي إن بقالنا نصرة وقوة في الصليب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الآباد كلها. آمين.